السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج القسطاس الذي نتناول فيه الواقع الليبي وقضاياه من زاوية قانونية ودستورية مع الأستاذ المحامي والخبير القانوني المهدي كشبور، والذي نرحب به مباشرة عبر سكايب من اسطنبول. مرحبا بك أستاذ المهدي. أهلا وسهلا بك وبالسادة المشاهدين. أستاذ عبد الرحمن، أستاذ المهدي، نعود في هذه الحلقة للحديث عن قانون الجرائم الاقتصادية، القانون رقم 2 لسنة 79-900 ألف، حول بشأن الجرائم الاقتصادية. ووصلنا في الباب أو الفصل الرابع من هذا القانون الذي يتحدث عن جرائم الاختلاس وإساءة استعمال السلطة، والذي يبدأ من المادة 27. دعنا نستعرض هذه المادة مع بعض على السادة المشاهدين، ثم نعود للتعليق عليها. تنص المادة على التالي: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل موظف عام اختلس أموالا عامة أو أموالا للأشخاص مسلمة إليه بحكم وظيفته، أو ادعى ملكيتها أو ملكها لغيره، وتكون العقوبة حد السرقة إذا توفرت شروطه. بداية أستاذ المهدي، لو نعرف معنى الاختلاس بداية، والفرق بينه وبين السرقة. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. هو السرقة يعني في معناها شامل هو أخذ مال محرز مملوك للغير بنية تملكه بقصد السرقة يعني، وبالتالي هو مرتبط عادة بالأفراد أو الأفراد سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين، وسواء كانوا يعني بشكل فردي أو مجموعة، وبالتالي يختلف عن الاختلاس بأن الاختلاس يكون بأخذ المال يعني مودع تحت يد موظف عام للتصرف فيه في خدمة الصالح العام، وبالتالي إذا قام موظف عام باستيلاء على هذا المال بنية تملكه أو أخذ هذا المال بنية تملكه أو حتى استعماله، هذا يدخل ضمن جريمة الاختلاس. هناك شروط: أن يكون موظف عام، أن يكون المال عاما، أن يكون هذا المال تحت عهدته، وبالتالي إذا توفرت هذه الشروط تعتبر جريمة اختلاس. أما السرقة فهي أخذ مال مملوك للغير بنية تملكه، وأن يكون هذا المال محرز وليس يعني تحت تصرف الموظف أو معهود إليه. نعم. طيب، إذا كان المال ليس مالا عاما بمعنى أنه مال خاص، وأودعه شخص مثلا عند صديق كأمانة أو وديعة، نعم، فاستولى عليه هذا الشخص، هل يعتبر هذا سرقة أم اختلاس أم ماذا يسمى؟ هذا يعتبر جريمة خيانة أمانة. هناك نصوص خاصة لجريمة خيانة الأمانة في قانون العقوبات، وتجرم هذا الفعل كونه فعل مستقل عن جريمة السرقة أو جريمة الاختلاس. هذا يدخل تحت إطار المادة المتعلقة بخيانة الأمانة. نعم. طيب، إذا عدنا للتعليق على هذه المادة 27 يعني الذي تلوناها منذ قليل، ما الذي يمكن الحديث أو القول فيها؟ نعم، أولا هذه المادة تحدثت عن جريمة الاختلاس، وهذا الباب هو متعلق بالاختلاس وبإساءة استعمال السلطة. أول تعليق بشأنها هو أن هذا الفعل عده القانون جناية، كونه عاقب عليه بالسجن، وكما عرفنا في حلقات سابقة بأن عقوبة السجن هي تتراوح بين 3 سنوات إلى يعني إلى السجن المؤبد، وبالتالي تعتبر الأفعال التي يعاقب عليها بعقوبة السجن هي جنايات. أيضا قام المشرع برفع الحد الأدنى، من المعروف أن عقوبة السجن هي تتراوح من 3 سنوات إلى السجن المؤبد، وبالتالي قام المشرع بأنه وضع حد أدنى أعلى من الحد الأدنى الذي وضعه قانون العقوبات، وهو بدأ 3 سنوات، بدأت العقوبة من 5 سنوات، يعني لا تقل العقوبة عن 5 سنوات كل من قام بهذا الفعل. أيضا وضع المشرع
توصيف لمن يقوم بهذا الفعل حتى تعتبر جريمة، وذكر بأنه أن يكون موظف عام. إذن يجب أن يكون موظف عام، وطبقا لهذا القانون الموظف العام ليس هو بالمفهوم الإداري أن يكون موظفا في إحدى الجهات الإدارية التابعة للدولة، إنما طبقا هو موظف عام طبقا لتفسير قانون الجرائم الاقتصادية، والذي وسع من مفهوم الموظف العام بحيث يشتمل حتى على الموظفين الذين في القطاع الخاص في مؤسسات تملك الدولة جزء منها أو نسبة فيها، وبالتالي أصبحت الموظفين في الشركات العامة مثلا وفق التفسير العادي هي لا يعتبر موظفين عامين، ولكن طبقا لقانون الجرائم الاقتصادية الموظفين في الشركات العامة مثلا يعتبروا موظفين عامين في إطار تطبيق قانون الجرائم الاقتصادية. على سبيل المثال موظفي شركة كهرباء، موظفي شركة الخليج، شركة بريكا الكيتزويتينا وغيرها من الشركات العامة المملوكة كلية أو جزئية للدولة. أيضا ذكر بأن تكون هذه الأموال أما أموال عامة أو أموالا لأشخاص مسلمة إليه بحكم وظيفته، مثلا الأموال التي تودع في خزينة المحكمة على حساب بعض القضايا، أن يقوم أمين الخزينة مثلا باختلاس هذا المال. صحيح هذا المال يعتبر مال خاص، ولكن هذا القانون وسع من مفهوم جريمة الاختلاس، وبالتالي ضم إليها حتى الأموال الخاصة المسلمة للموظف العام بحكم وظيفته. وبالتالي بل أنه حتى لو أنه ادعى ملكيتها وليس مجرد اختلاس، لو أنه حتى ادعى ملكيتها أو ملكيتها لغيره، وتكون طبعا إذا ثبت عدم صحة هذا الادعاء فتكون تنطبق بشأن هذه الجريمة، وتكون العقوبة حد السرقة. الكثير لا يعلم أن هناك قانون في ليبيا اسمه قانون حدي السرقة والحرابة، وهذا القانون حدد شروط خاصة يجب توفرها لمعاقبة الجاني بحد السرقة، وهو القطع. يعني هذه الجريمة تقوم إذا توفرت شروطها، وتنطبق الجريمة الحدية أو العقوبة الحدية بشأن المتهم إذا ما توفرت شروط حد السرقة. فإذا لم تتوفر شروط حد السرقة عندها نعود إلى النصوص قانون الجرائم الاقتصادية يطبق بشأن قانون الجرائم الاقتصادية. مثلا كان لم يتوفر النصاب الذي حدده القانون في الارتكاب جريمة الاختلاس لجريمة حد السرقة، فإذا لم يتوفر هذا النصاب عندها يتم الرجوع إلى قانون الجرائم الاقتصادية ويطبق بشأنه. فإذا توفرت الشروط الواردة في قانون حد السرقة عندها يطبق بشأن الحد السرقة. وسنأتي في حلقات ربما لاحقا إن شاء الله إلى الحديث على هذا القانون وغيره من القوانين ذات المصدر أو المستندة إلى الشريعة الإسلامية. نعم، وعندما تكون العقوبة هي حد السرقة أستاذ المهدي، هل تطبق عقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، أم أن إذا طبقت عقوبة حد السرقة فلا تطبق عقوبة السجن؟ لا، قانونا لا يجوز أن يتم تطبيق عقوبتين على ذات الفعل، وبالتالي إذا انطبق قانون جرائم قانون حد السرقة على الفاعل عنده يطبق قانون حد السرقة وينتهي تطبيق هذا القانون. ولكن إذا لم تتوفر الشروط لإسقاط عقوبة حد السرقة عندها يتم الرجوع إلى هذا النص وتطبيقه بشأن نعم. إذن ننتقل إلى المادة التي تليها، المادة رقم 28، نتلوها معا ثم نعود للتعقيب عليها. تنص المادة على التالي: يعاقب بالسجن كل موظف عام استولى بدون وجه حق على مال عام، فإذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك تكون العقوبة الحبس وبغرامة لا تجاوز 1000 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين. بداية أستاذ المهدي، يعني هذه المادة تبدو شبيهة بالمادة التي تليها، ما الفرق بينها بين الاختلاس الذي نصت عليه المادة السابقة وكونه استولى بدون وجه حق على مال عام؟
نعم، المادة السابقة تحدثت على الأموال المعهودة إلى الموظف العام، ولكن هذه المادة جاءت مطلقة استيلاء على الأموال العامة سواء يعني المعهودة إليه أو غير معهودة. وطبعا بشأن القوانين تنطبق قاعدة الخاص يقيد العام، فإذا كان هناك نص خاص كما جاء في النص السابق المتعلق بالأموال المسلمة إليه أو المعهودة إليه، عندها يطبق النص الخاص، وإلا يتم الرجوع إلى هذا النص العام، وهو اعتبر أيضا هذا الفعل جناية، ويعني وبالتالي عقوبته من 3 سنوات إلى المؤبد. وأيضا فإذا كان هذا الاستيلاء على المال بنية التملك، قد يكون الشخص استولى على المال بنية الاستخدام وليس بنية التملك، فإذا كان الاستخدام بنية التملك تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تتجاوز 1000 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، يعني إضاف إلى العقوبة عقوبة الغرامة. ليس الحالة الأولى إذا كان لا تتوفر نية التملك، عندها يتم تطبيق عقوبة الحبس. فإذا توفرت نية التملك يضاف إلى عقوبة الحبس عقوبة الغرامة التي لا تتجاوز 1000 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين. وهذا نص غريب يعني نوعا ما، لأن أعطى القاضي حرية الاختيار بين عقوبة الغرامة وعقوبة الحبس في ظرف من المفترض أن يكون ظرف تجديد وهو نية التملك، وقد طبقا لهذا النص قد يحكم على من أراد استخدام الشيء فقط بالسجن، في حين أنه قد يخدم يعني يحكم على من أراد تملك الشيء بعقوبة الغرامة فقط. يعني كان ينبغي على هذه الإضافة ألا تكون موجودة، وهي إضافة أو إحدى هاتين العقوبتين، لأن ظرف التملك وظرف تجديد ينبغي أن تكون العقوبة مشددة وألا يتاح إليه ظرف تخفيف لهذه العقوبة. نعم، لكن كيف يمكن أن يكون الاستيلاء على مال عام بدون وجه حق غير مصحوب بنية التملك؟ إذن لماذا يستولي عليه الموظف العام؟ نعم، ربما بنية الاستخدام، كأن يأخذ سيارة من السيارات المملوكة لجهة عامة مملوكة للدولة ويقوم باستخدامها وثم ينوي إرجاعها من جديد، أو يقوم باستخدام مولد كهرباء يتبع الشركة لاستخدامها في مناسبة خاصة ثم إرجاعها، فلا يكون هنا مصحوب بنية التملك، إنما بنية الاستخدام فقط. أو حتى إذا كان مثلا ربما أجر بعض الأشياء المملوكة للدولة إلى الغير لغرض تحقيق استفادة منها ثم إرجاعها، هذه ليس بنية تملك إنما بنية الاستخدام وتحقيق نفع غير مشروع، وبالتالي أيضا ينطبق عليها هذه المادة. نعم، إذن ننتقل إلى المادة التي تليها، المادة رقم 29. تنص المادة على التالي: يعاقب بالسجن كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ عطية أو وعدا بشيء لا حق له فيه، نقدا كان أو أي فائدة أخرى، لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو محاولة الحصول من أي سلطة عامة أو أي جهة خاضعة لإشرافها على أعمال أو التزام أو مقاولة أو اتفاق توريد أو ترخيص أو أوامر أو قرارات أو أحكام أو وظيفة أو خدمة أو رتبة أو أوسمة أو أي مكافأة أو مزية من أي نوع. بداية أستاذ المهدي كشبور، يعني هذه المادة تبدو شبيهة بالمواد التي تتحدث عن جريمة الرشوة، يعني صحيح. طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ عطية إلى آخره، يعني يعني ما هو الفرق ما بين هذه المادة ومواد الرشوة؟ نعم، هو بداية مواد الرشوة تناولت الطرفين المرتشي والراشي، وبالتالي وحتى الوسيط، وبالتالي كانت نصوصها أعم في هذا الشأن. هذه مادة خاصة حددت ما هي الأشياء التي إذا ما أخذ الموظف من أجلها هذه العطية أو هذه المنفعة أو الوعد بشيء مقابلها، وهي أن يكون يعني أن يعني يعطي من شأنها التزام أو مقاولة أو اتفاق توريد أو ترخيص أو أوامر أو غيرها، يعني أو وسام أو رتبة. وبالتالي هذا النص هو نص خاص
متى ما توفرت شروطها ينطبق هذا النص ولا يتم الرجوع إلى النص العام وهو المتعلق بالرشوة. ذلك النص هو مطلق وعام، كل من أخذ عطية مقابل أي منفعة يحققها لنفسه أو للغير يعني مقابل هذه الرشوة عندها ينطبق بهذا بشأنها ذلك النص. ولكن إذا ما توفرت هذه الظروف الخاصة التي نص عليها هذا القانون أو هذه المادة عندها يتم تطبيق هذا النص الخاص، وإذا يعني توفر النص الخاص لا ينطبق النص العام، والقاعدة معروفة الخاص يقيد العام. هذه الجريمة نص المشرع على أنها يتم معاقبة موظف بشأنها بعقوبة السجن، وهنا إذن هذا الفعل جناية وعقوبته تتراوح من 3 سنوات إلى السجن المؤبد. نعم، إذن ننتقل إلى المادة التي تليها، المادة رقم 30. تنص المادة على التالي: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات كل موظف عام يسيء استعمال وظيفته أو مهامه ويرغم غيره أو يحمله على إعطائه أو الوعد بإعطائه هو أو غيره نقودا أو منفعة أخرى لا حق له فيها، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 2 سنوات إذا استلم الموظف العام الشيء غير المستحق مستغلا غلط الغير فقط. نعم، هذه المادة الآن انتقلنا من الاختلاس إلى سوء استعمال السلطة، وهذه الجريمة أيضا صنفها المشرع كجناية وعقوبتها بالسجن الذي يتراوح من 3 سنوات إلى السجن المؤبد أيضا، وهي متعلقة بكل من يسيء استعمال وظيفته أو مهامه ويرغم غيره، وهنا يوجد عنصر إرغام على الغير، أو يحمله على إعطائه أو الوعد بإعطائه هو أو غيره نقدا أو منفعة أخرى لا حق له فيها. طالما هناك يتوفر عنصر الإرغام عندها تتحقق هذه الجريمة بشأن الموظف، وهنا لم يتحدث على الطرف الآخر والذي أعطى الموظف هذه العطية. إذا ما توفرت فيها شروط الرشوة عندها يتم الرجوع إلى جريمة الرشوة، وإذا بشأنه وإذا لم تتوفر وكان هناك إكراه مادي أو معنوي عندها يتم إسقاط العقوبة بشكل. ولكن جاء في عجز المادة وذكر بأن تكون العقوبة الحبس، وهي هنا جنحة وليست جناية، وعقوبتها تتراوح بين 24 ساعة إلى 3 سنوات، ولكن المشرع وضع حد أدنى لها وهو 2 سنوات، أي أن العقوبة أصبحت تتراوح من 2 سنوات إلى 3 سنوات إذا استلم الموظف العام الشيء غير المستحق مستغلا غلط الغير فقط. يعني إذا كان من أعطى هذا الشيء أعطاه بشكل غلط وهو أخذه، عندها هو لا يكون هناك عنصر إجبار أو إرغام للشخص، والشخص قام بإعطاء الموظف هذا الشيء سواء كان مالا أو منقولا يعني وأعطاه بطريق الغلط، عندها يتم تطبيق هذه الفقرة الثانية من المادة، وتعتبر الجريمة جنحة وعقوبتها تتراوح ما بين 2 سنوات إلى 3 سنوات. نعم، طيب ننتقل إلى المادة التي تليها، المادة رقم 30، وهي مادة رقم 30 مكرر مضافة بالقانون رقم 13 لسنة 2023. تنص المادة على التالي: يعاقب بالسجن كل موظف عام يصدر بحقه قرار من الجهة المختصة بنقله من الوظيفة التي يشغلها لأي سبب كان أو إنهاء ندبه أو إقالته، ويرفض تنفيذ القرار وتسليم ما بعهدته بعد إخطاره بالقرار أو علمه به بأي شكل كان، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات إذا كان الموظف يشغل إحدى وظائف الإدارة العليا أو الوزارات أو مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات والشركات العامة أو تلك التي تساهم فيها الدولة أو الأجهزة الأمنية وما في حكمها من الأجهزة النظامية، ولا يعتد بأي حصانة يتمتع بها الموظف عند التحقيق معه في هذه الجريمة. نعم أستاذ المهندس، هذه المادة طبعا مضافة بموجب القانون 13 لسنة 23 الصادر عن مجلس النواب، وهو قانون لازال جدل بشأنه يعني في مدى مشروعيته من عدمه، وبالتالي نحن سنتعامل وكأنه موجود من باب الاحتياط وتوضيح
في هذا الشأن. هذه المادة بالتأكيد لا يخفى دوافعها السياسية، لأن أصبحت هناك بعض القرارات التي تصدر من مجلس النواب بتكليف بعض الموظفين، ولا يتم قبول هذه القرارات من قبل الحكومة في المنطقة الغربية، وبالتالي وضع هذا النص لإجبار الحكومة أو إجبار الجهات العامة في المنطقة الغربية لاستجابة إلى إرادة مجلس النواب، ووضع إطار تشريعي وهو خلط بين الإداري والجنائي. هذه الأفعال عادة تكون إدارية، إذا ما امتنع موظف عام هناك توجد أصلا قوانين تعاقب الموظف العام الذي يمتنع عن تنفيذ قرارات السلطة العامة بشرط أن تكون قرارات السلطة العامة مطابقة للقانون، وبالتالي هناك بعض الموظفين يمتنعوا عن تنفيذ هذه القرارات لأن القرارات صدرت مثلا معيبة أو فيها بطلان أو غيرها، وبالتالي يعطيهم القانون اعتبار هذه القرارات قرارات معدومة إذا ما أصيبت بعيب جسيم من عيوب القرار الإداري، وبالتالي لا يمكن يعني أو من غير المنطقي تجريم موظف يتمسك بحقه القانوني برفض قرار صادر بشكل غير قانوني. ولكن عموما سنشرح هذه المادة، وهي متعلقة بكل موظف عام يصدر بشأنه قرار بنقل أو إنهاء ندب أو إقالة، وبالتالي إذا ما رفض هذا الموظف تنفيذ هذا القرار والتسليم ما بعهدته يتم معاقبته بالسجن، وهنا اعتبرت جناية، وعقوبتها كما ذكرنا تتراوح بين الثلاث سنوات إلى السجن المؤبد، وأيضا تعتبر جناية. وأيضا في الفقرة الثانية من المادة يعني وضعت حد أدنى للعقوبة بحيث تبدأ العقوبة من 10 سنوات فما فوق إلى السجن المؤبد إذا كان الموظف يشغل إحدى الوظائف العليا سواء أو الوزارات أو المجالس الإدارة إدارة الهيئات والمؤسسات والشركات العامة، بل حتى الشركات العامة أو مدراء الشركات العامة والمؤسسات العامة إذا ما امتنعوا عن تنفيذ القرارات عندها تكون هذه العقوبة متحققة بشأنهم. ولكن كما ذكرنا هناك بعض العيوب التي تصيب القرار الإداري في مقتل، والمحكمة العليا أصدرت أكثر من حكم بأن وأيضا القانون نص على ذلك، إذا كان القرار معيب بعيب جسيم كعيب اغتصاب السلطة مثلا، هناك بعض القرارات مثلا يجب أن تصدر عن السلطة التشريعية، يقوم رئيس مجلس النواب أو هيئة الرئاسة بمجلس النواب بإصدار هذه القرارات، عند هذه القرارات تكون صدرت من جهة غير مختصة، وهذا قرار يكون معيب بعيب جسيم وهو عيب اغتصاب السلطة، وبالتالي هذا العيب يصيب القرار في مقتل ويعتبره معدوما، ويجوز للموظف أن يمتنع لأن هذا القرار صادر من جهة غير مختصة، وبالتالي يكون باطلا ولا يجوز الاستناد عليه ولا يرتب أي آثار قانونية. ولكن كما ذكرت لك يعني هذه الإضافة تمت بموجب القرار القانون 13 سنة 23، يعني أي أنه صدر في هذه السنة، وهذا يعني الدوافع خلف هذا التعديل هي ظاهرة بأنها القصد منها قصد إجبار الأطراف الأخرى للخضوع إلى إرادة سياسية معينة، وهذا ينبغي أن يترفع عن المشرع وأن يتسم بعمومية والتشريع في إصدار قراراته. أيضا أضاف إضافة وهي عدم الاعتداد بأي حصانة يتمتع بها الموظف عند التحقيق معه، وهنا قصر رفع الحصانة على فترة التحقيق وليس المحاكمة، وبالتالي من المعروف أن بعض الجهات التي تتمتع بالحصانة كجهات القضائية مثلا، وهذا القرار التعديل بالمناسبة صدر بعد قرار تعديل المجلس الأعلى للقضاء والذي رفض رئيس المحكمة العليا القبول به، وبالتالي كان المقصود به يعني هذا الشأن هذا القرار تحديدا، ولأن رئيس مجلس القضاء يتمتع بالحصانة فعندها تم النص على أنه لا يعتد بالحصانة التي يتمتع بها الموظف عند التحقيق معه، ولكن حتى لو تم التحقيق معه عنده النائب العام لا يستطيع إحالة المحاكمة لأنه يتمتع
الحصانة، وهذه الاستثناء وهو رفع الحصانة ومتعلق بس في فترة التحقيق. نعم سيد. نعم، بهذا نكون وصلنا إلى ختام هذه الحلقة أستاذ المهدي كشبور. نكمل إن شاء الله هذا الفصل، الفصل الرابع الذي يتعلق بالاختلاس وإساءة استعمال السلطة إن شاء الله في الحلقة القادمة. أشكرك جزيل الشكر على ما تفضلت به الأستاذ المهدي كشبور المحامي والخبير القانوني، كنت معنا عبر سكايب من إسطنبول. والشكر موصول إليكم مشاهدينا الكرام في ختام هذه الحلقة على كرم متابعتكم، وإلى أن نلتقي بكم في لقاء آخر، دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم.